مرحبا جميعا، اليوم رح نكمل بالدرس الثاني ما يخص برنامج الفوتوشوب. هلا طبعا فتحنا فايل هون، فايل عام يعني بشكل عام، هي احد فايلات اللي حنتدرب عليها. هلا هذا عبارة عن مسقط ل شقة سكنية بالطابق الأرضي، وفي إلى مثل حديقة خارجية. طبعا حديقة فيها مسبح صغير معكم شايفين، يعني خلينا نقول بركة مي أكثر من مسبح يعني، وفيها شوية تفاصيل باللاندسكيب. هلأ إذا بورجيكم المسقط الرئيسي تبع الأوتوكاد كيف كان، مسقط هيك كان. هذا هو المسقط. لاحظين الفرق بين إنه واحد يرسم مسقط على الأوتوكاد ويكتفي بالأوتوكاد، بين إنه يشتغلوا على الفوتوشوب؟ شايفين الفرق؟ هي يعني هذا مسقط قد ما جملته، قد ما حط، لو سويتوا الجدران، لو حطيتوا فرش، لو شو ما كان، ما راح يطلع هيك، مستحيل يعني. لاحظوا كيف الإضاءة كيف فايتة هون، يعني في كتير افكتات حلوة ممكن واحد يعملها على الفوتوشوب، كيف حواض الزريعة، كيف النباتات. هي شغلات صغيرة ولكن بالشكل العام تعطيني افكت حلو كتير، حتى الشجر اللي محيط فيه شايفين كيف، يعني كل هاد بيساعد على إظهار المسقط المعماري بشكل كتير كبير. طبعا احنا ما رح نحكي بس عن المسقط، هنحكي عن المسقط وحنحكي عن شغلات تانية، مثلا مثل الواجهات ما كن شايفين، هنحكي عن موقع عام بشكل عام إذا عندنا مشروع بس موقع عام، وحنحكي عن تخطيط كمان إذا عندي تخطيط مجاورة سكنية أو شيء، كيف ممكن استفيد من الفوتوشوب بهذا الشيء. طبعا فوتوشوب مو بس هيك يعني، ممكن أنا أعمل لوحات إعلانية مثل ما كن شايفين هون، مثلا ممكن ساوي حتى هذا الإفكت تبع الفيديو، شايفين هاي اللوجو تبع الفيديو، هذا كله على الفوتوشوب معمول بالكامل. يعني كيف لبقت الوول بيبر تبع الموبايل على الموك اب، تمام، والباك جراوند كله هذا على الفوتوشوب صار. هلا هذا قسم الجرافيك ديزاين، ماشي، فيكم تفتحوا تشوفوا اذا حابين تشوفوا كيف. حتى هون اللوحات هي كلها حطيناها، الفراغ من صوره واللوحه من صوره، تصميم كروت الاعراس، اللوجو كيف حطيناه على هي. يعني الفوتوشوب بيستخدم بكتير كتير شغلات، كتير شغلات حلوه. ممكن الشغلات الدعائية تبع الكورسات، البوسترات، أغلفة الكتب، تصميم الكروت الشخصية، تصميم الستاندات تبع الايفنتس اللي بتصير يعني بشكل عام، المعارض أو شيء يعني. حتى هي الصورة كلها على الفوتوشوب، يعني هي الباك جراوند موك اب وهذا الديزاين حطيناه عليها مشان يبين إنه هي هيك بتعرض أعمارك، هيك الواحد بيعرض أعماره. وإذا نصمم كفر كتاب هيك بنصممه، نحطه بباك جراوند، نحطه هيك الشغل بيصير. هذا قسم الجرافيك ديزاين، هاد الجرافيك ديزاين، شغل الجرافيك ديزاين، دعاية بالطريق هيك مصممة، نحط لها موك اب دعاية الطريق ونحط عليها شو الديزاين. طبعا الموك ابس موجودين على الويب سايت كمان اذا بتحبوا، هدول كلياتهم عشان اشرح الفكرة. بس هي عبارة عن فايلات فوتوشوب مثل ما كنتم شايفين، هي هي الموك اب، تجي هي من النت، من الانترنت جيبوها، تجي هون اسود، هون بتحطوا الفايل تبعكم، نفس الشيء هون. هي تبع الكتاب حلوة كتير، هي من هون إذا بنفوت على شي كتاب مثلا هون، هيك شيء مثلا فينا نشوف كيف مستخدمينها. انترنت صاروخ مثل العادة يعني، باكم شايفين هون كيف استخدمنا الموقع. طبعا هي انا صممت بس الصفحة، بس حطيتها بحيث تبين وكأنه جاي مع حنية الصفحة، هي ما جاية 100% يعني، ولكن افكت كتير طالع ظابط. هيك الواحد بيعرض الكتاب، بتعمل ديزاين الكتاب هيك بينعرض، مو بالطريقة التقليدية. فهون مو بس نحن عم نتعلم برنامج، نحن عم نتعلم اسلوب عرض، يعني طريقة عرض. في شيء العلب كمان، حط ديزاين الشركة هون أو شيء مثل ما كنتم شايفين. طبعا هي معمولة على لاينو 3D يعني، وهون احنا ممكن بقى على فوتوشوب نحط صور أو نغير الألوان مثل ما بدنا يعني. هاي الليرات تبع مثل ما كنتم شايفين هون، نفس الشيء لوحة دعاية طريقة. هلا بصراحة هاي ما نزلتها بالنت، هاي أنا سويتها،
من الصفر يعني. انا جبت بنايات وزبطتهم وانا جبت هي من غير صورة وحطيتها، يعني هي عبارة عن كومبوزيشن. هي اجت من النت ولكن عليها صورة كرت تاني، فانا قمت على فوتوشوب وصححتها مثل ما تكون شايفين. هذا تبع دمشق، هي بيفور وافتر، هي المسطرة اللي اخذناها بالدرس الماضي. مثل ما تكون شايفين هون تمام، هاي تبع اللوجو الدعاية. طيب نكمل هلا بالشغل اللي كنا عم نساويه، نفتح البلان ومنبلش. هلا هون في عنا ليرات، طبعا ليرات هون شايفينها كتير overwhelming يعني ما بقولوا بالانجليزي، او خلينا نقول كتير عشوائية. ما لا عشوائية، هي مرتبة، حنشوف هلا كيف نتعامل معها. اذا فتحنا فايل فوتوشوب مثلا لا عدتعي. هلا هون في فولدرز ما كن شايفين، بقلب الفولدر ممكن افتح شوف شو في بقلبه هون شغلات. اللايرز كتير سهلة وكتير حلوة يعني، فينا نستخدمها بكتير شغلات حلوة. هلا هون مثلا تريز هدول حسكرهم، حسكر الفرنتشر، هاد فولدر فاضي ما فيش. حسكر اللاندسكيب، الويندو، الوول، بلان حسكره. شو فيني كمان سكر هاي اللوجو هذا بتشوفه تكست وفي تحته إشارة تعجب. هذا الشيء معناه إنه النص ما له موجود على الويندوز، يعني مثل هذا التكست مثلا. هلا أنا فيني أشوفه كصورة بس ما فيني أعدل عليه، لحتى أعدل عليه بدي أشوف شو نوعه ونزله على الويندوز مشان يقبله. حنشوف مثال عليها بعدين. مثل ما أنا شايفين هون تمام، هي الكلمة اللي فوق entrance، لاحظوا هي كيف هيك فيني اخبي اللاير او نضيفها. طبعا في عليها افكتات، فيني اخفي الافكتات فقط اللي هن الظل الشادو وكذا الى اخره. اللوجو مثلا هون هو عباره عن مجموعه هذا ما له شغال، هذا الفولدر فاضي فيني احذفه مثلا، حذفته. اللاير هون هي اللاير الاطار، الاطار العام. فيني اعمل دبل كليك على الاسم بسميها فريم. طبعا بكتب عربي انجليزي، بليز خليكم على الانجليزي مشان ما تواجهوا مشاكل. فهي الفريم، طبعا فيني اخفي الافكتات مثل ما كنتم شايفين. الشادو هو عباره عن افكت دروب شادو، فيني اخفي كل افكت لحاله كمان نفس الشيء. فيني احذفها من هون، راح يسالني ار يو شور. هلا انا فيني ايمها الرساله اللي اوكي، او فيني اكبس كنترول زد اتراجع. فيني اعمل هيك حرك مثلا، بس قبل ما احرك ما انتبه، هي الموف تول ماشي، موف تول اختصار حرف الفي على الكيبورد. هلا اول شغله ايمو تفعيل الاوتو سيلكت، بليز ايموه، لا تستخدموها هي، خلص خليكم مثل ما عم علمكم. هذا اسلوب قديم بفوتوشوب، كان ما هيك كان فوتوشوب، ولكن صدقوني جدا مفيد. متى ما حددت اللاير من هون انا، خلص وين ما مسكته من ان ورنه بحد فيني حركه. اذا مفعل اوتو سيلكت حيختار اي شيء تحت الماوس حيحركه، فاحنا ما بدنا نتخربط، بدنا بس نحدد لاير من هون ونحركها كيف ما بدنا. هلا حركت هيك، بعدين هيك، بعدين هيك، عملت كنترول زد تراجع. شايفين عن اول حركه برجع مثلا ممكن اعمل هيك، بعدين اعمل كنترول تي، كنترول تي للموف تول. شو شو بتعمل؟ بتعطيني محددات عشان اقدر اضغط الشكل او حركه او كذا. على الفوتوشوب خاصه النسخ الجديده صار من دون ما تكسر زر شيفت بحركها هيك، قصدي سوري، يعمل لها سكيل بكامل النسب تبعها. مثل ما كون شايفين هون بكبس زر شيفت، هلا بصير بالعكس. فهمتوا علي؟ يعني عكسوا بقى البرامج. وانت فعليا 90% من الاوقات بدك تحرك، بدك تعمل له سكيل بنسب متساويه. فلذلك الفوتوشوب اختصر القصه عليك عشان ما تكبس زر شيفت، وقال له خلص بدك تعمل له تشويه بيت شيفت. فحقول له اوكي مثلا، ارجع حركها مره ثانيه هيك، ارجع مره ثانيه اعمل سكيل، اعمل هيك. هلا إذا بكبس كنترول زد بتراجع، تراجع خطوة، كنترول زد تاني تراجع. هلا هذا الكلام بالفوتوشوب القديم ما كان موجود، كانوا يكبسوا كنترول زد بيشوفوا فيو قبل وبعد، قبل وبعد، ما كانت هيك. فالفوتوشوب الجديد صلحوه خلص، صار كنترول زد نظامي مثل باقي البرامج. طب شلون بدي ارجع للمرحلة اللي كنت فيها؟ يعني كأنه عم نقول كنترول واي بباقي البرامج. هلا كنترول واي هون ما بتشتغل، فشو بعمل انا؟ كنترول شيفت زد او كنترول زد، كنترول شيفت زد او كنترول زد، هيك بشوف قبل وبعد. فهمتوا علي؟ يعني اذا معدل شغله مثلا كنترول زد كنترول زد رجعت.
طبعا هذا الكلام موجود بشارع اسمها هيستوري بقلب الفوتوشوب، فيكم تلاقوها هون نافذة اسمها هيستوري. هاي النافذة بتقول لك بالضبط شو كنت عم تخبص من أول فايل لآخره، يعني شو كنتوا عم تعملوا. هاي شلاشتوها ماشي، طبعا من فوق لتحت. أول شيء open file layer visibility، لعبنا بال visibility of layer، يعني خبينا وفتحنا شيء مثل ما كنتم شايفين هون. هدول اللي كنا عم نساويهم، احنا هلأ تراجعنا عنهم. فهمتوا علي؟ هلأ إذا بتعملوا شيء بعدين بنحسوا هدول بصيروا. فهمتوا الفكرة شلون؟ يعني هون الهيستوري تبع كل شيء عملته. يلي بيحب إنه يزيد عدد الكنترول زد، يعني يزيد مرات التراجع ولكن حيستخدم رام أكتر، بفوت على الإعدادات. أوبس سوري، بفوت على الإعدادات، بفوت على البرفورمانس هيستوري ستيت. أنا حاطة 100، فيكم زيدوها أكتر من هيك. 100 كافية، معقول حدا يتراجع أكتر من 100 مرة؟ يعني ما بعرف، هي بادي فوت تكون 50، أنا برأيي 100 كافية. حقول له كانسل. هلأ هون بقى بالنسبة ل باقي الليارات، مثلا ممكن نشوف الفرش. قبل ما اشوف الفرش هلا عم بحكي بشكل عام، يعني هي البرنامج بشكل عام. لاحظوا شغله هون، تنزل على الدرج كيف كل مره بيصير دارك اكثر، ماتم اكثر. يعني هلا هي شغلات فنيه، هي يعني مو ضروري هذا الكورس بيعلمها مثلا، هي شغلات فنيه يعني. هلا هتعلموا التكنيك بس الفن اكيد لا، هي كل واحد هو ذوقه. يعني في ناس تحب تعمل هيك، في ناس لا، بتقول لك اخي انا الشجر هذا كله ما بدي. طب انا شلون بدي احدد هذا الشجر مثلا وانا ما بعرف اسم اللاير هون؟ شلون اذا بكبس هيك بالزر يساري ما بصير شيء؟ طب اذا بكبس بالزر اليميني مثلا هيك هون، شو بيقول لي؟ انت هلا فولدر لاندسكيب، الماوس تحت اللاير 1، هاي اللاير معناتها لاير 1، في تحتها هاي اللاير، في تحتها هاي اللاير، تحتها هاي اللاير. الباك جراوند هي الاساسيه، هي اللاير الاساسيه هي ورا باك جراوند. طبعا هي ما بتشوف ورا، انه هي ورا كل شيء يعني، هم مقفولة ما بتعدل عليها. هاي اللاير الديفولت اللي جاي مع الفايل، هاي بكل فايلات بتلاقوها. اذا معناته انا شلون بدي احدد اول لاير تحت الماوس؟ اول لاير تحت الماوس بكبس زر الالت على الكيبورد والزر اليميني للماوس، وبحدد اول لاير انا شو واقف عليها، اللي هي هاي. هاي التبليطة تبع اللاندسكيب ماشي. طبعا هاي الى افكتات، في الى هذا الإفكت اللي عم يعطيني السمكات، مو سمكات، بيعطيها هيك تضاريس للمادة، يعني بيظهر النتوءات تبعها. يعني إذا برنامج 3D بتسموها هي نورمال مات ماشي. كلر أوفرلاي هو اللون اللي احنا عدلنا عليه لون البلاط، والباترن أوفرلاي هي مثل التحشيرة خلينا نقول أو كذا، بنشوفهم هلا كلياتهم بقدام بدروس مستقبلية. هاي بالنسبة لها يعني، معلش قبل ما نشتغل بدنا نفهم كيف نتعامل مع البرنامج، عشان مو بعدين نقول هي كيف وهي شلون هي كذا. طبعا هون الزوم انا بزوم لصير عندي بيكسليتد. فشو هي دقة الطباعة؟ دقة الطباعة هي 100%. شايفين الرقم اللي هون؟ بزوم هيك برجع، بزوم هيك بقدم، بصير هون رقم عندي. شلون بحط على 100%؟ بضل زوم لصير 100%؟ لا، بكبس كبستين على الزوم تول، كبستين صارت 100%. هاي دقة الطباعة. بعمل بالبان تول هي بالمسطرة وبحرك هيك لشوف الفايل تبعي. شلون بعرض كامل ملف على الشاشة؟ يا بتزوم هيك لحتى يصير قد الشاشة وتضل تعذب حالك، يا اما بتكبس كبستين على ايقونة الايد صار قد الشاشة. شلون برجع للموف تول هي الاساسية؟ يا بكبسها من هون، يا اما بكبس حرف ال V على الكيبورد، اختصار حرف ال V. هي مشان هيك تشوفوا الفيديوهات تبع التوتوريالات اللي عم ساويها ما عم اشرح، بيكون ما فيها صوت لانه ماني فاضي اشرح، بكون عم اشتغل انا. فكله عندي شورت كاتس مثل ما كنتم شايفين، التكست تول الى شورت كات، الموف تول الى شورت كات، السلكشن تول او الماركي تول الى شورت كات، بتعمل هيك مثلا. فكروب تول كمان الى شورت كات. انا كل شيء بستعمله عندي في شورت كات، ما بروح لهون بدور. هلا هي المرحله ادفانس شوي، بس انتم مبدئيا فيكم تشوفوا. هاي بالنسبه للمسار. طبعا يعني مثل العاده مثلا الفرش هون مثلا فيني اخفيه وطلعه، هاي الارضيه مثلا
فيها وطلعها وهكذا. أظن واضح الموضوع عنكم. بدروس الجاية حنحكي أكثر عن هذا المسقط وكيف نشتغل فيه.